بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على خير خلق الله أجمعين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا يا رب العالمين. النهاردة معانا إن شاء الله الصف الأول الإعدادي المنهج الجديد الوحدة الأولى المنهج الجديد 2020 المنهج الصحيح اللي هو لسه نازل امبارح. طبعا هنبدأ الكلام في الوحدة الأولى يونت 1. الوحدة الأولى اسمها My Family and Me. My family and me. أنا وأسرتي أو أسرتي وأنا. يبقى من خلال كده نعرف إن هما بيتكلموا عن الأسرة، وعاوزني أعرف كل شخص في الأسرة اسمه إيه بالإنجليش، وأعرف أحدد الكلام ده على تانية ابتدائي. بس في أولى إعدادي هنوسع الموضوع شوية ونجيب العمات والخالات وولادهم والكلام ده كله، تمام؟ طيب على ما نخلص الوحدة دي لازم نكون عارفين ده كله. ايه بقى اللي عارفينه؟ اول حاجة لازم تكون عارفها بيقولي an interview with twin، اتنين توأم بيتكلموا مع بعض، تمام؟ والتكست about gymnast describing hobbies، انك بتوصف الهوايات، واحد هوايته لعب الكورة، واحد هوايته السلة، يوصفها بقى ويتكلم عنها، انا بحبها بلعبها مع اصحابي بلعبها في النادي كده يعني. Describe a person a family، اوصف لي شخص في الاسرة بقى، يعني قول لي جدي عنده 24 سنة وهو مدرس وهو مش عارف بيشتغل فين وهو طويل وهو قصير، توصف لي الشخص نفسه. An interview with twin، نقرا بقى الايه الحوار اللي بين التوائم دول. طيب talking about your family، انك تتكلم عن اسرتك وانك تسأل اسئلة، تمام؟ بضيف adjectives and present simple، نتكلم عن الضمائر الملكية وصفات الملكية، ونتكلم عن المضارع البسيط ده grammar، تمام؟ في الآخر بقى التعاطف بيبقى بينهم. طبعا دي صورة الأسرة بالكامل. عايزين نعرف بقى أفراد الأسرة، تتوقع كده أكبر رأس في الأسرة مين؟ طبعا صامني دي الابن، دي اصغر راس في الاسره، تمام؟ فاحنا لو جبناهم من فوق هنلاقي الجد مثلا، صح؟ بعد الجد مين يساويه؟ الجده. طيب وبعدين الاب، وبعدين الام، وبعدين الاخ، وبعدين الاخت، تمام؟ طيب تعالوا بقى نمسكهم كلهم ونشوف واحده واحده. صن يعني ابن، اول واحده طلعت معانا صن ابن، دوتر ابنه، دوتر ابنه، براذر اخ، براذر اخ، سيستر اخت، سيستر اخت، جريت جراند فاذر ابو الجد بقى اللي هو الجد الاعظم، ابو الجد اللي هو ايه؟ جد ابوك مش ابو ابوك، تمام؟ جد ابوك اسمه جريت جراند فاذر. جراند فاذر نفسه اللي هو جراندبا اللي هو الجد. جراندماذر الجده. جراند بيرنتس الاجداد على بعضهم. انكل العم او الخال، عمك او خالك اللي هو في مرحلة اخو الاب او اخو الام اسمه انكل. انت العم او الخالة اللي هي في مرحلة اخت الاب او اخت الام. ماذر الام بقى ده كلام قديم، فاذر الاب بقى، الاتنين بقى مع بعض اسمهم بيرانتس، الاتنين على بعض اسمهم ايه؟ بيرانتس، بيرانتس الوالدين. كازنز ولاد العم بقى، ابن عمك ابن الانكل وابن الانت، كل ده سواء كان ولد او بنت يبقى اسمه كازن. كازنز الابناء كلهم بقى. توينز توائم، لما يبقى اتنين شكل بعض بقى ونازلين في بطن واحده يبقى اسمهم ايه؟ توين. تشيلدرن الاطفال بقى كلهم، تمام؟ فيميل المؤنث، ميل المذكر، بيبي الطفل الصغير. طيب كل دول لازم نعرفهم. نبدا كده من الجريت جراند فاذر، ابو الجد، اكبر راس في البيت ابو الجد، great grandfather. تحتها على طول الجراند فاذر والجراند ماذر اللي احنا بنسميهم هما الاثنين ايه؟ جراند بيرنتس، جراند بيرنتس. طيب بعديهم على طول الفاذر والماذر اللي احنا بنسميهم بيرنتس، بيرنتس الوالدين، تمام؟ تعالوا بقى اخو الاب اسمه انكل او اخو الام. طيب اخت الاب او اخت الام اسمها انت، تمام؟ طيب عندنا بقى الكازنز اللي هم ابناء العمومه او ابناء الخال، يعني او ابناء الخاله اللي هم اولاد دول، اولاد الانكل والانت اسمهم كازنز. البيبي ده الطفل الصغير كده، تشيلدرن الاطفال عموما بقى، تمام؟ قاعد معانا الصن والدوتر اللي هو الابن والابنه، والبراذر والسيستر الاخ والاخت، تمام؟ مشكله الفيميل والميل بقى،
الفيميل المؤنث كله والميل المذكر كله، يعني الجراند فازر ميل، الجراند ماذر فيميل، الفازر ميل، الماذر فيميل، البراذر ميل، السيستر فيميل، وهكذا وهكذا. تمام، اظن موضوع سهل. تعالوا نشوف الولد ده بيقول ايه، بيتكلم عن الاسره بتاعته ويقول هالو ماي نيم از علي، انا اسمي علي، و اي ام 13، ذس از ا بيكتشر اوف ماي فاميلي، دي صوره للاسره اللي كانت معايا من شويه. ماي مامز نيم از اميره، كده بقى لما اجي اتكلم عن ماما، بقى لما اجي اتكلم عن ماما هقول ماي مامز نيم، اسم ماما از اميره. يلا بقى قول لي ماي انكلز نيم از علي، ماي فاذرز نيم از مثلا احمد، كده يعني يبقى انت بتختار بناء على ذلك. ماشي، طيب تعالى بقى she is a teacher، ادي تاني حاجه. يبقى انت اول جمله قلت اسمها ماي مامز نيم از، ورحت قايل لي ان هي مامته اسمها ايه، اميره. بعدين رحت قايل لي شي از ا تيتشر، وظيفتها، ما هو بيقول لي اتعلم اتكلم عن الاسره، فانا هتكلم عن الاسره ازاي؟ اول حاجه اروح قايل ماي فاذرز نيم از علي، هي از ا فارمر، هي از ا تيتشر، كده يعني. نيكست تو هير، هو بيتكلم عن الصوره، نيكست تو يعني بجوار، اللي جنبها دي، اللي جنبها ده از ماي داد، داد داد اللي هو الاب، ما هو بقى اتكلم عن المام اللي هي الام. تمام، هنا بقى يتكلم عن مين؟ عن الاب، فبيقول داد هيز نيم از عادل، اسمه بقى. يبقى هنا لما اتكلم عن المؤنث هو بيقول ماي نيم، بعدين هنا قال هيز نيم، اسمه عادل، فبيشرح حاجه اسمها ضمائر الملكيه وصفات الملكيه، نتكلم عليها بعد شويه. هيز نيم از عادل، هي از ا تيتشر تو، كلمه تو معناها ايضا، وتاتي في اخر الجمله المثبته. كلمه تو معناها ايضا وتاتي في اخر الجمله الايه؟ المثبته. مام تو تيتشر وابو تيتشر تو. تمام، بوث ماي بيرنتس ار، هو مال يتكلم عن از، هو بيقول لي هي از وماي نيم از، لما كانت مفرد. هنا بوث بقى، بوث يعني كلاهما، كلا منهما، وتستخدم للمثنى، كلا من البيرنتس الوالدين ار، كلا من البيرنتس ار، يبقى انا عايز اعرف الاثنين دول بقى، بوث ار، بوث ماي بيرنتس ار، كلا من والدي تيتشرز، المدرسين في المدرسه. They have one daughter، عندهم بنت واحده. She is my sister، هي اختي لميا. And she is 9 years old، وعندها 9 سنين. And they have 2 sons، وعندهم ولدين. Me and my brother خالد، يبقى me انا يعني وماي براذر خالد. He is 11، هو عنده 11 سنة. Our grandmother، جدتنا عندها 64 سنة. And she is cold، هدى، عايز احفظ التعبير ده، she is cold، هي بعينها she او her name is، اسمها يكون كذا. هنا بقى she is cold، هي تسمى هدى. She is my mom's mother، دي مامة ماما. My mom's father is our grandfather، بابا ابو امنا اسمه grandfather، الجد بقى. تمام، he is called عمر، يسمى عمر. he is 65، 65 سنة. their daughters called Judy، بنتهم اسمها جودي اللي هي امه. she is my mom sister and she is my aunt، كمان قال ان جودي دي بقى اللي هي ايه، خالته، اخت مامته. My uncle's called مروان، وعمي اسمه مروان. Their son is called طارق، وابنهم اسمه طارق اللي هو يعتبر cousin، ابن عمي. It's birthday today، عيد ميلاد النهاردة. هيز، ده عيد ميلاده هو النهاردة وهو عنده 3 سنين. طيب حلو خالص، اللي عايزين نفهمه دي بقى من ايه بقى، ان هو ممكن يجيب لي في الاختيارات يقول لي ايه، your father's father، ابو الفازر بتاع الفازر بتاعك، يبقى مين؟ لما يقول لي مثلا your father's father، ابوك، يبقى ده جراند فازر، صح؟ طب لما يقول لي your uncle's son، ابن عمك، يبقى ده اسمه ايه؟ يبقى ده اسمه cousin. طب لما يقول لي your sister، your mother's sister، اخت مامتك، اقول له دي اسمها aunt. طب your father's uncle، يبقى ده اسمه your father's brother، يبقى ده اسمه uncle. يبقى اذا هنا عاوز هو يعرفني الاسره، عاوز يعرفني قرايبي بالانجليزي، اتكلم ازاي عن قرايبي. تمام، طيب بعدين تعالوا بقى ناخد باقي الكلمات اللي قابلتنا في الجزء ده. ريسيرش يعني بحث،
كويز اختبار قصير، بيكشر يعني صورة، فوتو صورة فوتوغرافية عادية بقى انت ممكن تلقط دي، تيتشر معلم، نيكس تو بجوار بوث يعني كل من بيرث داي عيد ميلاد، تاداي اليوم، كوريكت صحيح او يصحح، توين يعني توأم، ستوريز قصص، ديوري مفكرة يومية، ديكشنيري قاموس، سينجز اشياء فيفوريت مفضل، صنبالي يعني شخص ما، هوبي هواية، ماتشز مباريات، ميوزيك الموسيقى، باند فرقة موسيقية، تشيس شطرنج، توجيزر يعني معا، ذا سيم نفس الشيء، ديفرنت مختلف، درامز طبول، انترفيو مقابلة شخصية، سبورتس رياضة، هوسبيتال مستشفى. دي اهم الكلمات اللي في الجزء الاول. تعالوا بقى هناخد اهم التعبيرات والمصطلحات اللي انت هتستخدمها علشان تعبر بيها عن اسرتك، تمام؟ اول حاجة معايا اسمه my dad's name is، انت هتغير dad's name دي باي حاجة، ممكن تقول my mom's name، اسمي ماما يكون كذا، my مثلا son's name اسم ابني، my brother's name اسم اخي كده، يعني بتتكلم على الاسرة. كمان ممكن تقول ايه، he is called، هو يسمى، he is called، هو يسمى علي، هو يسمى مثلا منى، سوري ده اسم مذكر بس، he is called علي، he is called عادل كده يعني. بعدين he is a teacher too، لما تتكلم عن الوظائف بقى في الاول هتقول he is a doctor، he is a doctor too، هو دكتور، دكتور ايضا، he is a teacher، he is a teacher too، هو مدرس وده مدرس ايضا، both my parents are teachers، كلا والدي مدرسين، both my parents are teachers، كلا والدي مدرسين، aged 12 ده تعبير على طول على بعضيه معناه يبلغ من العمر كذا، aged كذا يبلغ من العمر كذا، do voluntary work، do voluntary work يقوم بعمل تطوعي، do voluntary work يقوم بعمل تطوعي، watch football matches يشاهد مباريات، يشاهد مباريات ده في الهوايات هنقولها بعد شوية. هنا بقى belong to ينتمي إلى أو يخص، ينتمي إلى أو يخص. هنا بقى the same as نفس الشيء، يعني دي teacher ودي teacher وهم الاثنين نفس الجوب الوظيفة يعني. Interview with مقابلة مع دي التوأم اللي احنا هنقرأ المقابلة بتاعتهم. هنا بقى tell me about أخبرني عن. دي كانت أهم التعبيرات والمصطلحات اللي وردت في الدرس. هنا بقى عندنا كلمات متشابهة زي to دي معناها جدا وتأتي آخر الجملة زي ما اتفقنا، أما to بقوة واحدة يعني إلى. عندنا كمان research يعني يقوم ببحث، أما search يبحث عن حاجة، يقوم ببحث يعني يعمل بحث في العلم وكده، بحث علمي في بحث عن الحيوانات، بحث عن كذا، أما search يدور على حاجة ضايعة منه، cold يعني يسمى أو يدعى، cold يعني بارد بس الحروف تختلف طبعا، uncle عم أو خال، uncle يعني كاحل القدم اللي هو الرجل من تحت، صن يعني ابن، وصن يعني شمس، ده علشان سؤال تصحيح الخطأ والكلمة اللي تحتها خط عشان تعرف الكلمات وشبهها. هنا بقى الجرامر، هنا بيتكلم عن صفات الملكية وضمائر الملكية، بيقول لي صفات الملكية اللي هي ماي تيجي قبل الاسم، يعني تيجي قبل الاسم يعني لازم يكون بعدها اسم، يعني انا معايا كتاب عايز اقول ده كتابي، ما ينفعش اقول مثلا بوك، لا اقول ماي، ماي بوك كتابي، هيز بوك كتابه، هير بوك كتابها، اتس بوك غير العاقل بقى لو عنده كتاب، ولا اتس تيل ديلها كده يعني، او اتس فود طعامها طعامه، يور كتابك، اور كتابنا، زير كتابهم. اما ضمائر الملكية بقى دي بتيجي اخر حاجة في الجملة، ما بيجيش بعدها اسم ولا قبلها اسم، اقول مثلا الحاجة دي اتس ماين ويبقى معناها ملكي، اتس هيز ملكه، it's hers ملكها، it's الغير العاقل بقى، yours ملكك، ours ملكنا، theirs ملكهم. تعالوا نشوف كده، اقول مثلا this is my car دي عربيتي، it's mine انها ملكي، this is my car استخدمت هنا my عشان جبت بعدها car اسم، هنا بقى it's mine ما جبتش بعدها حاجة عشان اقول ان هي ملكي، this is his car عربيته، it's his انها ملكه، this is your car دي عربيتك، it's yours انها ملكك، this is our car دي عربيتنا، it's
ours انها ملكنا. تمام. طيب تعالوا بقى، يبقى كده فهمنا اللي بيجي في اخر الجمله واللي بيجي قبل الاسم. تعالوا نشوف المحادثه اللي كانت مع التوائم. بيقول لي ميت حازم اند عماد، قابل حازم وعماد. زي ار براذرز، هم اخوات. اند زي ار بوث ايجد 12، التعبير اللي قلناه اللي هم الاثنين عندهم ال 12 سنه اللي احنا قلنا عليها. ايجد 12، هم الاثنين عندهم 12 سنه. ودي كلمه بوث اللي هي معناها كلاهما. زي هاف ذا سيم، ذا سيم نفس الشيء، نفس الوالدين، نفس الوظيفه. هم عندهم نفس البيرنتس، عندهم نفس الوالدين. اند ذا سيم بيرث دايز، ونفس اعياد الميلاد. ما هم اتولدوا في وقت واحد، يبقى عيد ميلاد ده زي عيد ميلاد ده. زي ار توينز، هي كلمه توينز دي بقى اللي هي معناها ايه؟ توائم. تمام. وات ار يور هوبيز، هوايتك ايه؟ حازم بيقول I like sports، أنا بحب السبورتس، الرياضة عموما. I play basketball، أنا بلعب كرة الباسكت اللي هي كرة السلة. On Monday، اداني الميعاد. يبقى أنت تعرف تكون جملة بإنك تقول مثلا هوايتك، هتتكلم عن هوايتك مثلا ولتكن القراءة، فبتقول لي I like reading، أنا بحب القراءة. I read، أنا بقرأ. on وتجيب يوم، on Friday، on Saturday، بتجيب يوم يعني. فهو بيحب الرياضة، قال أنا بلعب دي on Monday and Wednesday، وبلعبها يوم الاثنين ويوم الايه؟ الأربع. I go swimming on Tuesdays، أنا بروح لسويمينج في Tuesdays في يوم الثلاثاء. and I play football on Saturday، وبيروح الفوتبول في يوم السبت. كل سبت فوتبول، وكل اثنين واربع بيلعب باسكت، وبيروح لسويمينج في كل تلات. عماد بقى بيقول and he watches football matches، ده التعبير اللي احنا قلناه برضو. watches يشاهد football matches، ماتشات كرة القدم. on TV بيشاهدها فين؟ على التلفزيون. هركز على on مع TV. on مع ايام الاسبوع برضو. On Saturday evening، مع يوم الايه؟ مع يوم الساتردي. He loves football، انت عندك like يعني يحب، ولاف برضو يعني يحب، هو بيحب الكرة. I love football، انا بحب الفوتبول. كان المفروض هنا قال ايه بقى؟ قال I love football too، يعني وانا برضو ايه اللي قلنا اخر الجملة المثبتة، وانا بحب الفوتبول ايضا. I don't like football but I like music، عماد بقى قال لا بس انا ما بحبش الكرة، انا بحب الميوزك، الموسيقى. I play drums، انا بحب العب drums. drums اللي هو الطبول، ان هو يلعب على الطبلة يعني. تمام، يبقى يطبل يعني. تمام. and I listen to music، وانا استمع الى الموسيقى. he plays the drums in band، هو بيلعب على drums in band. كلمة band بقى يعني فرقة موسيقية. تمام. هنقرا بتوع عماد تاني عشان بتوع عماد صعبين. عماد بيقول I don't like football، ما بحبش الفوتبول بس بحب الميوزك. انا بلعب على الدرامز، الطبلة، خدناها في سنة ستة طبعا. and I listen to music، وبستمع الى الموسيقى. he plays the drums in a band، بيلعب الموسيقى في فرقة. do you have any hobbies that boost like، هل عندك هوايات that you boost like بتعملوها انتوا الاثنين مع بعض؟ قال له we play chess together. chess يعني شطرنج. chess اللي هو الشطرنج، احنا بنلعب شطرنج مع بعضينا. on Saturdays في يوم السبت. عماد usually wins، عماد اللي بيفوز، يبقى كده عماد اللي اذكى. تمام، على الشطرنج لعبة ذكاء. yes that is true، هذا صحيح. and on Saturday afternoon we do voluntary work، ده التعبير برضو اللي قلناه، ان احنا يوم السبت بنعمل voluntary work، عمل تطوعي. بنعمل ايه؟ عمل تطوعي. what kind of voluntary work، ايه نوع العمل التطوعي اللي بتعملوه ده؟ قال we help in the children's hospital، احنا بنساعد في مستشفى الاطفال، بنساعد في مستشفى الاطفال. we play games with the children and read them stories، احنا بنلعب games مع الاطفال وكمان بنقرا لهم قصص. it's great، دي حاجة عظيمة جدا. تمام. يبقى دي كانت المحادثة مع التوينز اللي هم حازم وعماد، وعرفنا هواية كل واحد، وعرفنا ايه اللي بيعملوه مع بعض، وعرفنا ايه العمل التطوعي اللي بيقوموا بيه. تمام. هنا بقى جايب لي الهوايات بتاعتهم.
listen to music اللي هو يستمع الى الموسيقى, play football يلعب كرة القدم, واللي play basket يلعب كرة السلة. تمام, لما تيجي تعمل باراجراف انت بقى اللي هو سؤال الصورة اللي كان في ستة هتقول I love football بحب الفوتبول, I play football on Friday بلعب الفوتبول في الفرايداي, I play with my friends بلعب مع اصحابي, I watch football matches بشاهد الفوتبول matches on TV on Saturday في الايام, واقول الكلام نفس الكلام اللي قالوه انا بلعب كذا وهكذا وهكذا. تمام, طيب لما اجي بقى لما نيجي نحل بقى this is my pen, my هنا استخدم my, it's my pen يعني قلمي, فهو جاب my وجاب بعدها الاسم اللي هو يملكه اللي هو ايه pen, يبقى الاجابه هتبقى ايه على طول اللي بيجي في اخر الجمله I انا ولا my ولا me؟ لا طبعا الاجابه هتبقى mine, it's mine انه ملكي. This pen belongs to عادل, belong to انها في الكلام يعني ينتمي الى عادل, فانا عايز اقول ده بتاعه. تمام, belong to ينتمي الى عادل. It's not pen في كلا الحالتين انت بتاخد حاجة خاصة به, هو he دي يعني هو, وهي is يعني هو يكون, وهم ده ضمير مفعول عايز قبل منه فاعل وفعل, فطبعا هاخد his سواء جت اخر الجملة او جاء بعدها اسم, لان his ما بتتغيرش, ان الاسم موجودة في الصفة وفي الضمير. his بن و it's his انه ملكه. علا بودرس, علا اشترت فستان, it's هي اشترت فستان, يبقى انا عايز اقول ملكها بقى. here تنفع بتاعها بس لازم يكون بعدها اسم علشان تنفع. علا لا طبعا she دي هي تيجي في اول الجملة, it's hers انه ايه ملكها. تمام, طيب بعدين بيقول لي this camera belongs to امل, الكاميرا دي تنتمي لامل, it's not new one. هنا بقى جاب بعدها الاسم دي بتاعتها الجديده, فهقول her is ولا hers ولا her ولا she, طبعا طالما جه اسم يبقى لازم ياخد her new one كاميرتها الجديده. how did this pen get into my bag, ازاي القلم ده جه في الشنطه. it doesn't not to me, شفتوا الفعل اللي انا عملت عليه هنا خط ده, it doesn't belong to me يعني ده لا ينتمي الي, ده مش بتاعي, يبقى هاخد belong هنا, it doesn't belong to me لا ينتمي الي. these are their bags دي الشنط بتاعتهم, they are يبقى طالما اخر الجملة يبقى اخد الحاجة اللي فيها اس, يبقى اقول they are theirs يعني شنطهم. هنا بقى هنصحح الخطأ, this car owns to عمر, هو مش عاوز owns بقى, هو عاوز كلمة belongs اللي احنا قلناها من شوية عشان اقول ينتمي الى, فانا هشيل owns دي واروح قايل ايه belongs, belongs ينتمي الى ايه الى عمر. the toy isn't me it's hers, لا حط نقطة هنا يعني الجملة انتهت, يبقى عايز اللي يقول دي مش ملكي دي ملكها, فانا عايز كلمة ملكي بقى اللي هي اسمها ايه mine. The toy isn't me يعني مش بتاعتي, it's mine انها ملكي عشان تعتبر جت اخر الجملة. this is my new house, لا ده جه اسم بعدها يبقى mine هنا ما تنفعش, mine هنا وجودها غلط, احنا عايزين حاجة بقى يجي بعدها اسم, وهنا بيتكلم على الملكية يبقى اقول ايه it's my new house, my عشان الاسم موجود. it's our uncle's new villa, دي الفيلا الجديدة بتاعت عمي. it's him, لا اللي تيجي في اخر الجملة ما اسمهاش him لكن اسمها his, it's his. تمام, that is isn't here's mobile, لا اشطب الاس دي واخليها here بس, واخليها here بس عشان الاس دي بتيجي في اخر الجمله لو هي جت اخر الجمله, لكن طالما جه بعدها الاسم اللي هو موبايل يبقى خلاص تبقى here بس. تمام, دي كانت كل حاجه عن الدرس الاول والثاني, ان شاء الله هنكمل بقى الوحدات بنفس الشرح. ما تنسوش الاعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناه, في رابط تحت الفيديو فيه مذكره ممكن تذاكر منها وتحفظ فيها الكلمات, فيها واجبات كتير ممكن برضو ايه تحل وانا اصحح لك الواجب. بالتوفيق للجميع, السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.